أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، سلطات تقليدية، إداريون ومواطنون عاديون. باختصار، ولاية حجر لاميس بكل ألوانها قد احتشدت هنا بمدينة مساكوري لاستقبال رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو الذي يزور المدينة ضمن جولته الوطنية. عند 10:15 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة مساكوري وصل رئيس الجمهورية إلى المحطة 7 من جولته داخل البلاد، وكان في استقباله بمهبط مدينة مساكوري حاكم الولاية السيد أحمد الخضر علي فاضل ورئيس اللجنة التنظيمية بولاية مساكوري الدوغو يعقوبة وقائد الدرك الوطني بالمنطقة رقم 18 وعمدة بلدية مساكوري. كما قدم أبناء الولاية مفتاح المدينة استقبالا لرئيس الجمهورية مع رمز السلام الذي أطلقهما بدوره في الهواء تعبيرا للسلام الذي تنعم به ولاية حجر لاميس. قبل أن يقدم رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو التحية العسكرية أمام ضباط الممر الشرفي، بعد ذلك صافح رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو طابور مستقبليه الذي يتكون من الضباط العسكريين والمستشارين الوطنيين وكوادر الولاية واحدا تلو الآخر. ارتفعت أصوات الطبول والزغاريد مجرد أن لمح المواطنون ظهور رئيس الجمهورية وهو يتجه نحو مقر إقامته. خلال إقامته بمدينة مساكوري يلتقي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو مع القيادات المحلية والزعماء التقليديين ويستمع إلى أهم مطالبهم من أجل البحث عن حلول لها.